في جيوب لا تمتلئ أمام الإغراء المادي تسقط كل القيم، بل ويسقط تاريخ بأكمله تناوشته أنياب الاحتلال وأيدي اللصوص بصورة غير شرعية. عن مسلسل متصيدي الآثار الطامعين أتحدث، فالجرح عميق ولم يتعافى بعد، رغم تأسيس جهاز شرطي خاص ببائعي الأصالة والتراث والهوية من أجل القروش. بمجرد ما تم ضبط الآثار فوراً من إخواننا بالشرطة بتم التنسيق معنا والاتصال بنا. نحن في وزارة السياحة والآثار كجهة اختصاص فنية نقوم بمعاينة هذه المواد المضبوطة. هذه المواد تعود إلى عدة حقب تاريخية، أغلبها تكون للفترة البرونزية، بعض القطع للليت برونز وبعض الإيرل برونز. هذه قطعة تعود للفترة المملوكية، هذه قطعة أيضا تعود للعثماني المتأخر. قصة جرح فلسطيني غابت فيه المعطيات الدقيقة عن حجم المسروقات التي خلفها لصوص لا يتورعون عن حفر وتخريب كل ما يقع في طريقهم، مستخدمين كل المعدات والآليات الثقيلة لإضاعة معالم التاريخ بلا رجعة أمام المشروع الصهيوني الرامي لالتهام تراثنا وعدم توثيقه وإلقاء ظلال من الشك على كل ما يخدم قضية الفلسطينية. يعني هذا أحد المواقع الأثرية اللي تعرضت لأعمال التنبيش والسرقة من قبل بعض لصوص الآثار في إحدى مناطق المواقع الأثرية في محافظة رام الله والبيرة. للأسف الشديد يعني كما تلاحظون أعمال التدمير كانت حفريات غير منظمة وغير علمية، وهذا من شأنه أنه يضر بدراسة الموقع من ناحية علمية ومن ناحية أثرية. ملاحظ ايضا انه للاسف الشديد لصوص الاثار يعني تعدوا هذا المفهوم، اصبحوا يدخلوا كمان اللي هي معدات الثقيله في اعمالهم في اعمال التدمير والحفر. مع غياب الوعي بأهمية الآثار والحقب التي تعود لها، علاوة على عدم وجود ترسانة قانونية منيعة تتعلق بحماية التراث الثقافي، ازدادت حدة السرقات بشكل مخيف وانتشرت بشكل معمق، لتتعاطى الشرطة منذ بداية العام مع ما يقرب 300 قضية تهريب وسرقة وضبط ما يزيد عن 6000 قطعة، أحدثها كانت في الأمس شمال القدس المحتلة، حيث تم رصد 500 قطعة أثرية مختلفة، وهي كارثة لا يجب أن تمر مرور الكرام. مع بداية العام إذا ما قارنا في الربع الأول من عام 2018 عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2017، نعم هناك ازدياد بشكل واضح وكبير في عملية المتاجرة أو تهريب هذه الأثار وعملية الضبط. يعني من طرفنا احنا نقوم بإلقاء القبض عليهم ومتابعتهم وضبط هذه الأثار وإحالة القضية إلى النيابة العامة، وبدورها تقوم بتكييف القضايا وفقا لطبيعتها وإحالتها إلى القضاء لمحاسبة وفق القانون والأحكام، يعني وإن لم تكن صارمة بالحد المطلوب لكن قد تشكل رادعا بحق هؤلاء الأشخاص. حماية عناصر تراثنا المادية شكل من أشكال المقاومة لا يقل أهمية عن المقاومة العسكرية والسياسية، كونها الشاهد والدليل القاطع الذي يثبت حقنا بالأرض أمام جبهة التصدي للمشروع الصهيوني في هذا الصراع. أي وصمة عار يتركها تجار وسارقو الآثار، وأي ندبة يتركونها حينما يبيعون تاريخهم الفلسطيني ويطمسون الهوية الفلسطينية من أجل الحصول على المزيد من المال والثروة، متناسين بذلك أن أفعالهم لا تصنف ضمن بند الجريمة فقط، وإنما تصنف ضمن بند الخيانة العظمى لدولتهم فلسطين. من أحد المواقع الأثرية التي تم التفتيش والتنقيب فيها عن آثار لبيعها للاحتلال الصهيوني، روان الأسعد لتلفزيون القدس رام الله.